فلسطينيه بس انا ساكنه بلبنان، ساكنه بمدينه فعليا اسمها صيدا. نحن كفلسطينيه بلبنان المعظم الاغلبيه العظمى فينا عايشه داخل مخيمات. للاسف بالمجتمع الفلسطيني خاصه المخيمات ما في مين يضوي عليهم، فنحن لما نجي ندور على هذا الشخص عم بيكون هو عم يظهر، ففي كتير فرص عم تجي لهول الاشخاص من ورا بس تسليط الضوء على مواهبهم، ولهيك كرمال ضروري نسلط الضوء ونخلي صوتهم يوصل لهول الاشخاص او حتى مواهبهم توصل. كانجي هي صوت للاجئين في لبنان، خلينا نقول او نستعمل صوت الذين لا صوت لهم، لانه بتنقل الواقع كما هو وبدون اي تحريف وبدون اي تجميل. وكمان كانجي هو فريق من قلب اللاجئين، معظمه عايش مع لاجئين، ومن هون كمان كانجي هو بيتجه لتعليم الشباب اللاجئ على العمل الصحافي. المين إن تبع كانجي احداث التغيير في المجتمعات المستضيفه، يعني نحن بحاجه لنغير السياسات الموجوده حول اللاجئين. معظم اللبنانيه او معظم اللي ساكنين خارج المخيمات عندهم نظره مختلفه عن المخيم، بمعنى انه هن بينظروا للمخيم على انه بقعه جغرافيه مجهوله او حتى ببعض الاحيان ممكن تكون خطره. واضافه انه في كثير ناس جوا عندها مشاكل، وعندها مش هنحكي بس عن مشاكل، كمان فينا نقول عندها مواهب، وخارج نطاق المخيم ما حدا بيعرف فيها. الشيء اللطيف بالموضوع انه هن جدا متعاونين، يعني انا ما فتت على مخيم غير فجاه بكون فتت لوحدي، فجاه بلاقي في كثير ناس حوالي عم بتدلني، عم تمشي معي، عم بتساعدني، عم تعطيني مقترحات، عم تعطيني افكار. يعني هن كاشخاص كثير لطيفين ومتعاونين رغم انه عم بيعيشوا معاناه كثير قاسيه، سواء من ضغوط اجتماعيه ولا ضغوط حتى ماديه ولا ضغوط حتى بالحقوق يلي هن ما قادرين يحصلوا عليها. اللاجئين الفلسطينيين بلبنان للاسف، يعني وانا شخص منهم، عندهم كثير عوائق لانهم يشتغلوا، لانه القانون اللبناني بيحرم اللاجئ الفلسطيني من كثير حقوق مدنيه. فللاسف كثير شباب بتكون عاطله عن العمل، وهذا الشيء بيؤدي لكثير مشقفات ومشاكل اجتماعيه ثانيه. اما كانجي فانا بصراحه كفلسطينيه ما حدا شجعني اعمل صحافه، بس انا لانه شغفي كثير قوي بهالمهنه انا تحديت حتى اذا بدك القوانين اللي بلبنان اللي بتفرض علي ان انا ما اشتغل، وحبيت امشي ورا شغفي. فبالاحرى كانجي كانت هي المنصه يلي ضمتني وفتحت لي هذه الفرصه، وكانجي هي كانت المنصه اللي ضمتني وفتحت لي هذه الفرصه لحتى احقق شغفي، حتى لو كوني اكون لاجئه. يعني هذا الشيء كثير اعطاني الشعور بالفخر، وكثير خلاني اكون شخص متحمس لحتى يشتغل مهنته بحرفيه اكثر وينقل عن جد الصوره بشكل مهني صحيح.